هنتكلم النهاردة عن الكاتب الإيرلندي سامويل بيكيت ورواية Waiting for Godot. Waiting for Godot دي رواية في الأصل كتبت باللغة الفرنسية من سنة 1948 ل 1949، يعني قعد سنتين يكتب في الرواية دي. بعد كده ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، وأول نزول لها في المسرح كانت على مسرح البابلون في باريس سنة 1953، وبعدها بسنتين في 1955 تم تأدية المسرحية على المسرح لندن. الكاتب الإيرلندي أثار الجدل الكبير بالمسرحية دي، من الغموض اللي أحاط بالشخصيات، من الغموض اللي أحاط بالأحداث. مسرحية من مشهد واحد، من مكان واحد، الأشخاص 6 أشخاص ينتظرون قدوم شخص، الشخص لا يأتي، وهذا الغياب لجودو أو جودت فسره الكثيرون تفسيرات مختلفة. ونفى سامويل بيكيت أنه كان يعني الله جد، وقال صراحة: لو كنت أعني الله لكنت كتبت الرواية Waiting for God، لكنني كتبت Waiting for Godot. فنفى نفيا قاطعا النقاد الذين أثاروا تفسيرات مخالفة لأفكاره. لما ترجمت الرواية للغة الإنجليزية تم اعتبار هذا العمل أفضل عمل في القرن العشرين. يبقى Waiting for Godot is an absurdist play by Samuel Beckett in which two characters, Vladimir و Estragon. يبقى في شخصين، فلاديمير و استراجون، wait endlessly and in vain، بدون أمل، و ينتظرون بدون نهاية وبدون أمل، for the arrival of someone named Godot، لقدوم شخص يدعى Godot. الحوار بسيط جدا في الرواية. Godot absence، غياب Godot، as well as numerous other aspects of the play، مثل الكثير من المظاهر اللي موجودة في المسرحية، have led to many interpretations، يبقى قاد إلى عدة تفسيرات، since the play's 1953 premiere، من بدايات المسرحية اللي كانت في 1953. Waiting for Godot's back its translation of his own original French version and attendant Godot and is subtitled in English only at Rajik Comedy in 2 acts. يبقى مسرحية من فصلين في Tragic Comedy. The original French text was composed between 1948 and 1949. يبقى أول مسرحية كانت بين الإيه، بين السنتين دول. The premiere was on 5th January 1953 in the Theater de Papillon، في مسرح البابليون في باريس. The English language version was premiered in London in 1955. This version was voted، تم التصويت عليه بأنه the most significant English language play of the 18th century، عشان كده يستحق القراءة Waiting for Godot. والأشخاص بتاعت المسرحية دي هي فلاديمير واستراجون،
بوزو اند لاكي، السيد والعبد. The boy we got it، الذي لا يظهر أبدا. بوزو اند لاكي عبارة عن سيد جاء رابطا سلسلة في رقبة عبد ويجره كالكلب، يعني مشهد قمة الذل والعبودية. وله رمزية، قد يكون له رمزية. العمل العمل كله يمكن فيه رمزية دينية، رغم أن سامويل بيكيت كان بعيدا عن المسيحية. طبعا هو كاتب إيرلندي ومصنف المسرحية بأنها تراجيك كوميدي، the original language French. The date performed 5 January 1953. طيب ناخد كده جولة كده في القصة، نشوف. Waiting for Godot begins with two men on a barren road، في طريق barren. By a leafless tree this من فلاديمير اند استراغون، يبقى في هذا الطريق بشجرة غير مثمرة. فلاديمير اند استراغون are often characterized as tramps، and we soon see that the world of this play is opening with its own set of rules. مجموعة من الايه؟ من القواعد. طبعا فلاديمير اند استراغون ار اوفن كاركترايزد از ترامب. ترامبس ديت سلانج لانجوج بمعنى المتسكعين، يعني او يعني اولاد الشوارع او رجال اللي هم الشوارعيه. In slang language we soon see that the world of this play is operating with its own set of rules. يبقى العالم في هذه المسرحية يعمل بمجموعة من القواعد. Where nothing happens، لا شيء يحدث. Nothing is certain، فيش حاجة في الوضع الحالي. And جاد يعني في الوضع الحالي. And there is never anything to do، مفيش حاجة تتعمل، انتظار بس. طبعا يعني لو النقاد اللي قالوا ان فيها رمزية للدنيا وانتظار الدنيا، ان هم قاعدين مش عارفين بيعملوا ايه ومنتظرين الخلاص من الدنيا، يعني sound boring، مش الموضوع باين انه ممل. surprise it is anything but فلاديمير اند استراجون who are also called ديدي اند جوجو respectively are waiting for Godot، منتظرين Godot، a man or perhaps deity. طبعا استغفر الله، يعني الإله. The tramps can't be sure if they have met Godot، مش واثقين إذا كانوا على وشك مقابلته. If they are waiting in the right place، حتى مش عارفين إذا كانوا في الطريق نفسه السليم ولا لأ. If this is the right day، هل هذا اليوم السليم. Or even whether Gadget is going to show up at all، حتى يظهر ولا لأ على الإطلاق. While they wait، Vladimir and Estragon fill their time with series of mundane activities. أثناء استراجون ما هم بينتظروا، أثناء ما هم بينتظروا، فلاديمير عند استراجون بيملأوا وقتهم بالأنشطة الدنيوية المتعددة. Like taking a boat on and off، مثل خلع الحذاء ولبسه. Like taking a boat on and off، وبعض المحادثات التافهة.
with more serious reflection, deed voices, مع انعكاس اكثر لأصوات موتى وانتحار والبايبل الكتاب المقدس. يبقى ذا ترامبس اللي هم الاثنين الشوارعية are soon interrupted by the arrival of Lucky, مع قدوم لاكي. تم مقاطعتهم مع قدوم لاكي, a man servant bit with a rope tied around his neck. عبد مع مربوط في رقبته. And Bozo, his master, الرئيس بوزو, holding the other end of the long robe. يمسك النهاية الأخرى للحبل. The four men proceed to do together what Vladimir and Dragon did earlier by themselves, namely nothing. يبقى الأربع رجال يواصلون عمل الاتنين كانوا بيعملوه, فلاديمير وستراجون, اللي هو ايه اللي هما ما كانوش بيعملوا حاجة. The members of the audience meanwhile scratch their heads and look around to see if anyone else get what is going on. يعني حتى المشاهدين من آن لآخر بيضربوا كفا بكف أو رأسهم وبيدوروا حواليهم إذا كان في حد فاهم حاجة. At least we guess that they do, أو على الأقل إحنا بنخمن كده. We sure did the first time around, وبالأخص مع بداية المسرحية أول ما بدأت. Lucky and Bozo then leave so that Vladimir and Estragon can go back to doing nothing by themselves. يبقى يعني تخيلوا كده المشهد, فلاديمير واستراجون قاعدين مستنيين ايه, مستنيين ولا حاجة, waiting for got it. ومع هذا الانتظار يأتي مشهد السيد والعبد في هذه الظلمة, وبيصير العبد كالكلب, ثم يذهب السيد والعبد ويعود استراجون وفلاديمير الى عمل ويعود استراجون وفلاديمير الى عمل اللي كانوا بيعملوه اللي هو doing nothing. Which is surprising since they acted like strangers upon arrival. يبقى كانوا مدهشين عند قدومهم كأغراب. Then again, Estragon can't even remember a conversation 10 lines after it happens. So we are not going to depend on memory in this play. يعني Estragon ما حتى ما بيفتكرش المحادثة عشر سطور بعد ما بتحصل, يعني بينسى بسرعة وبيرجع تاني يتكلم نفس الكلام اللي كان قاله. The nothingness is interrupted by the arrival of the boy. ثم يأتي إلى إيه, إلى قدوم الصبي, who reports to Vladimir that God isn't coming today but will be there tomorrow. Yeah, except not. Since Vladimir comments suggest that the boy has said this before. Estragon and Vladimir talk about suicide some more and then resolve to leave the stage.
يعني يتحدثوا عن انتحار تاني، و بيغادروا خشبة المسرح. since it is nightfall and they no longer have to wait for Godot. إنه ليلة خريفية ومش ما عادوش قادرين خلاص يستنوا تاني أكتر ل Godot. of course having resolved to leave. طبعا قرار الرحيل. neither man moves and certain clauses on act one. يعني هم بيقرروا الرحيل بس ما فيش ولا واحد منهم بيتحرك، وتغلق المسرحية على الفصل الأول. بعد كده يفتح الستار ثانية على الفصل الثاني، which you will soon see. زي هتشوف الكلام في زي اللي في الفصل الأول. The men still sit around waiting for Godot and try to fill the ideal hours. يحاولوا يملوا الـ الساعات الساكنة. In the meantime, Lucky and Bozo show up. يرجعوا تاني. Only this time Lucky has gone mute and Bozo is blind. يعني هنا لاكي ساكت دلوقتي وبوزو بقى أعمى. هم يضعوا around the stage for a while and Bozo declares that having lost his eyes. وبيوضح بعد كده بوزو ان هو فقد عينه. he now has no sense of time. ودلوقتي ما عندوش بقى اي احساس بالوقت. Lucky declares nothing because he is mute. ما بيتكلمش خالص Lucky. Vladimir gets rather beautic in the meantime. يعني فلاديمير بيبدو ان هو شاعر في الوقت الحالي. wondering if maybe he is sleeping. اتعجب احتمال يكون نايم. agreeing with Bozo's claim that life is fleeting. ان الحياة زائلة. يبقى بيصرح بان الحياة زائلة. وانجز او انهى العمل. concluding that habit is the great dinner of life. يعني هي نهاية بقى الحياة. Bozo and Lucky leave again. بيغادروا ثانية. just in time for the boy to show up. في الوقت الذي يظهر فيه الصبي. and tell Vladimir that Godot isn't coming today. مش هيجي تاني. but will be there tomorrow. بس هيجي بكرة. Vladimir and Stragon contemplate suicide. يعني يفكروا في الانتحار Vladimir و Stragon. but have no rope. بس مفيش حبل ينتحروا بيه. they think to hang themselves from the barren tree. فكروا ان هم يعلقوا نفسهم في على الشجرة. since it is the only rope around that could lend itself such an endeavor. يعني هي الوحيدة اللي ممكن تعمل المحاولة فيها. the men resolve to leave. يقررون المغادرة. since it is nightfall and they no longer have to wait for Godot. but neither man moves. هم يقرروا المغادرة بس ما حدش بيتحرك. and the curtain falls. والستارة تنزل. the play ends. but we think everyone knows that what happens next. and after that وتنتهي القصة.
طيب هنشوف مع بعض كده بعض الصور عن المسرحية، بعض المقتطفات. يعني فلاديمير مثلا بيقول Well, shall we go? Yes, let's go. They don't move. لا يتحركون. شايفين الحوار بسيط جدا في المسرحية. Too long he waited. Luckless boot can't go on. Life isn't about waiting for the storm to pass. الحياة ليست هي الانتظار لعاصفة لتمر. طبعا دي من الايه، من المسرحية. من ضمن مثلا الحكم اللي بتتاخد من المسرحية What are you waiting to happen in your life in 40 minutes. طب in a week, in 3 years, in 10 years, in 30 years. ايه اللي انت متوقعه؟ What are you waiting for? طبعا هو قالها صراحة. If by good it I had meant God, I would have said God and not got it. طبعا سامويل بيكيت قالها صراحة كده، لو أنا كنت أعني الله كنت قلت الله مش got it. طبعا هنا الشجرة الساقطة، هنا المشهد الواحد، a play of one scene of one place، مكان واحد، مسرحية من مكان واحد، وحدة المكان. طبعا هنا مثلا let's go. Yes, let's go. They don't move. لا يتحركون. If by got it I had meant God, I would have said God and not got it. عشان ينفي الانتقادات التي قيلت له عن ذلك. طبعا دي التذكرة اللي كانت للعرض المسرحي Waiting for Got It، زي ما احنا شايفينها بيبدأ من كام لكام. برضو من ضمن المقتطفات Let's go, we can't, why not, we are waiting for got it. طبعا الكلمات بسيطة والنص بسيط، مسرحية تستحق القراءة. Waiting for got it لسامويل بيكيت. والسلام عليكم ورحمة الله.